سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وافتح علينا فتوح العارفين بك الواقفين على بابك حتى ترضى. آمين آمين آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدورين آمين. مهمة ما تقدم عن البيهقي ونحوه من عزو الحديث إلى الصحيح، والمراد أصله لا شك أن الأحسن خلافه. تكلمنا في المرة الفائتة عن أن بعض المصنفين كالبيهقي والبغوي وغيرهما عندما يعزون الحديث إلى الصحيح قد يريدون أن أصل الحديث هو في الصحيحين، ولا يريدون أن هذا هو لفظه وعينه. فالحافظ السيوطي يقول لا شك أن الأحسن خلافه. إيه هو الأحسن؟ إن هم يذكروا لفظ الحديث أو يبينوا أن هذا ليس لفظ البخاري ومسلم، أو ليس لفظ أحدهما، وإنما هو أصله في الصحيحين. فالأفضل البيان. لماذا؟ حتى لا يلتبس على بعض الناس، خاصة مبتدئي طلب العلم، ويظن أن هذا الحديث هو بهذا اللفظ في البخاري أو في مسلم أو فيهما، والواقع خلافه. والاعتناء بالبيان حذرا من إيقاع من لا يعرف الاصطلاح في اللبس. زي ما قلنا إن واحد مش عارف اصطلاح القول ويظن أن هذا هو لفظ الصحيحين أو أحدهما. ولابن دقيق العيد في ذلك تفصيل حسن، وهو أنك إذا كنت في مقام الرواية فلك العزو ولو خالف، ولو خالف يعني في بعض الألفاظ، فلا بأس أن تقول أخرجه البخاري وفي اختلاف في بعض الألفاظ، هذا في مقام الرواية. طب ليه؟ لماذا؟ لأنه عرف أن أجل قصد المحدث السند والعثور على أصل الحديث دون لفظه. يعني محدث بيهتم بالسند في المقام الأول حتى يتبين لنا فيما بعد ذلك هل الحديث ده نستطيع أن نصححه ولا نضعفه ولا نحسنه ولا نقبله ولا نرده ولا شيء من هذا القبيل. فالمحدث يهتم في المقام الأول بسند الحديث وبأصل الحديث، أن أصل الحديث موجود، بخلاف الفقيه. الفقيه يهتم في المقام الأول بلفظ الحديث، خاصة في مقام الاحتجاج. يعني إيه في مقام الاحتجاج؟ يعني الفقيه يريد أن يحتج بعبارة معينة أو بلفظ معين، فما ينفعش ان هو يجيب لفظ تاني او معنى اخر، فلا بد ان ياتي بلفظ الحديث او متنه كما هو. اجل قصد المحدث السند والعثور على اصل الحديث دون ما اذا كنت في مقام الاحتجاج. إذا كنت في مقام الاحتجاج لابد من توافق اللفظ، وهذا يحتاجه كما قلنا الفقيه أكثر مما يحتاجه المحدث. الفقيه هو اللي بيحتج باللفظ وليس المحدث، بخلاف دون ما إذا كنت في مقام الاحتجاج. فمن روى في المعاجم والمشيخات ونحوها فلا حرج عليه في الإطلاق. ليه؟ لأن هو بيروي اللفظ الذي سمعه من شيخه. المشيخة
يعني يأتي المصنف أو الراوي ويجمع كل الأحاديث التي سمعها من شيخه ويضعها في مجلد أو في كتاب. إذا فهو متقيد بإيه؟ بما سمعه من لفظ شيخه، لا يستطيع أن يغير فيه. طيب هذا اللفظ أو هذا الحديث مثلا الذي رواه عن شيخه هو أصل الحديث الذي في الصحيحين، لكن هو متقيد بما سمعه من شيخه فلا يستطيع أن يغير فيه. بخلاف من أورد ذلك في الكتب المبوبة، لا سيما إن كان الصالح للترجمة قطعة زائدة على ما في الصحيح، فلا بد أن إيه اللي هو أصحاب الكتب المبوبة لا بد من إيه بيان أوجه التطابق أو الاختلاف، زي ما قال السيوطي في الأول الأحسن خلافه، إن هو يبين هذا اللفظ هل هو لفظ الصحيحين ولا معنى ما في الصحيحين. وبيقول لا سيما إن كان الصالح للترجمة قطعة زائدة على ما في الصحيح، يعني هو يريد أن يبوب لشيء معين، مسألة فقهية. وهذا الذي يريد أن يحتج به هو عبارة زائدة عن الحديث الذي في الصحيحين، فلا بد هنا أن يبين أن هذا زيادة على ما في الصحيحين، لأنه هنا في مقام إيه؟ الاحتجاج، وبيبوب على عبارة معينة أو على مسألة فقهية، وهذه ليست موجودة في الحديث الذي في الصحيحين، فلا يأتي ويقول رواه البخاري ومسلم أو رواه البخاري فقط، وهو بيحتج على عبارة ليست موجودة لا في البخاري ولا مسلم، يبقى لابد هنا أن يبين. وللكتب المخرجة عليهما أي على ما في الصحيحين فائدتان، إحداهما علو الإسناد، لأن المصنف أو مصنف المستخرج لو روى حديثا مثلا من طريق البخاري لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج. احنا قلنا طبعا الكلام ده قبل كده، ان من اهم فوائد المستخرجات علو الاسناد، وهيضرب الحافظ السيوطي مثال على ذلك. مثاله ان ابا نعيم لو روى، ان قلنا ابو نعيم له مستخرج على البخاري وعلى مسلم ايضا، له مستخرج على البخاري ومستخرج على مسلم، أن أبا نعيم لو روى حديثا عن عبد الرزاق من طريق البخاري أو مسلم لم يصل إليه إلا بأربعة، وإذا رواه عن الطبراني عن الدبري عنه وصل باثنين. يبقى هنا الحديث إيه، عالي ولا نازل؟ عالي. وكذا لو روى حديثا في مسند الطيالسي من طريق مسلم كان بينه وبينه أربعة، شيخان بينه وبين مسلم، ومسلم وشيخه، بقي أربعة. وإذا رواه عن ابن فارس عن يونس بن حبيب عنه وصل باثنين. يبقى دي أول فائدة من فوائد المستخرجات. والأخرى أو الفائدة الأخرى زيادة الصحيح، فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما. طبعا هنا يأتي بقى إيه الكلام، هل الزيادات التي في المستخرج
كلها صحيحة، فهنا الحافظ ابن الصلاح بيقول أيوة، الزيادات التي في المستخرج على الصحيحين صحيح أو لها حكم الصح. طيب، الرجال الذين روى لهم صاحب المستخرج وليسوا على شرط البخاري أو مسلم، دول نعمل فيهم إيه؟ طب لو كان أحد هؤلاء الرجال ضعيفا، يبقى إذن الحديث لن يصح بهذا الطريق. هو صحيح من طريق البخاري ومسلم، لكن الطريق اللي هو روى له صاحب أو أخرجه صاحب المستخرج، وإن كان طريقا عاليا، إلا أن فيه راوي ضعيف أو راوي ليس على شرط البخاري ومسلم، يبقى في الحالة دي إذا كان ضعيف هيبقى الحديث كله هنا بهذا الطريق، هذا السند ضعيف، وبالتالي لو كان في هذا السند زيادة على ما في البخاري ومسلم يبقى هذه الزيادة ضعيفة أيضا. واضحة النقطة دي؟ لكن لو الرجال هؤلاء الذين استشهد بهم أو روى أخرج لهم صاحب المستخرج إلى أن وصل إلى شيخ البخاري أو شيخ مسلم، كانوا رواة ثقات، فحينئذ وكان في الحديث زيادة، فحينئذ نقول بتصحيح هذه الزيادة. قال شيخ الإسلام، يعني الحافظ ابن حجر: هذا مسلم في الرجل الذي التقى فيه إسناد المستخرج وإسناد مصنف الأصل. ليه؟ لأن الرجل ده هيبقى من إيه؟ من رواة مين؟ من رواة البخاري أو من رواة مسلم. المستخرج التقى مع البخاري في شيخه أو مع مسلم في شيخه، يبقى إيه؟ من أول هذا الرجل إلى منتهى السند، هذا إيه؟ نسلم أن هذا سند صحيح. وفي من بعده، يعني من أول ما يلتقوا لغاية الصحابة. وأما من بين المستخرج وبين الرجل فيحتاج إلى نقد، يعني من أول شيخ المستخرج، شيخ المستخرج لغاية ما يصل إلى شيخ المصنف اللي هو صاحب الصحيح، ده بقى لا بد وأن ننظر فيه. وأما من بين المستخرج وبين الرجل فيحتاج إلى نقد، لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك، وإنما جل قصده العلو. المستخرج ما قالش إن أنا إيه هلتزم بإيه بأن يكون الرواة ثقات، هو أهم حاجة عنده أنه يصل إلى الحديث الذي في الصحيحين أو أحدهما بإيه بعلو. لكن مسألة تصحيح أو ثقة الراوي وأن يكون على شرط مثلا بخاري أو مسلم أو نحو ذلك، فهذا إيه؟ لا يهتم به صاحب المستخرج. فإن حصل، يعني إيه اللي حصل؟ العلو وقع على غرضه وهو يخرج الحديث، حصل العلو اللي هو يريده، فإيه؟ فبها ونعمة. فإن كان مع ذلك صحيحا أو فيه زيادة حسن حصلت اتفاقا، يبقى الزيادة اللي هتروى ورواتها ثقات، يبقى إيه؟ هذه زيادة صحيحة، يبقى حصلت اتفاقا. اتفاقا يعني إيه؟ مصادفة، يعني هو لم يقصد ذلك.
وإلا فليس ذلك همته، وهو لا يريد أن يكون الحديث رواته ثقات بقدر ما يريد أن يكون الحديث سنده عاليا. وأحيانا المستخرج يأتي إلى الحديث الذي في الصحيحين أو في أحدهما ولا يجد طريقا إليه من نفسه، فيضطر إلى أن يرويه أو إلى أن يرويه من طريق المصنف صاحب الصحيح. يبقى في الحالة دي هو إسناد كده أصبح متطابق، إسناده مع إسناد صاحب الصحيح. قال يعني الحافظ: قد وقع ابن الصلاح هنا فيما فر منه من عدم التصحيح في هذا الزمان. الصلاح كان بيقول ان نحن في هذه الازمان، يعني في ازمانه هو، لسنا مؤهلين الى ان نصحح او نضاعف او نحسن او نحو ذلك. وقلنا طبعا لان هو كان يدعي ان الاجتهاد في هذا العلم قد انتهى، وأنه المجتهدين المتقدمين هم الذين كان لهم أو يحق لهم التصحيح والتضعيف. وهو هنا قال فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما. يبقى هو الصراحة صحح هذه الزيادات التي في المستخرج، فهو وقع فيما فر منه، لأنه أطلق تصحيح هذه الزيادات اللي في المستخرج يعني، ثم عللها بتعليل أخص من دعواه، وهو كونها بذلك الإسناد، إسناد المستخرج يعني، وذلك إنما هو من ملتقى الإسناد إلى منتهاه. الحافظ بيقول احنا امتى نصحح هذه الزيادة؟ لما التصحيح ده يكون من ملتقى الاسناد، اسناد المستخرج مع شيخ المصنف. لكن قبل التقاء هذين الاسنادين ما نقدرش نصحح كده بدون أن ننظر في أحوال هؤلاء الرجال اللي هم شيوخ المستخرج إلى أن يلتقي مع شيخ البخاري أو شيخ مسلم. واضحة النقطة دي؟ تنبيه: لم يذكر كلام الزركشي. طب هو يعني كده بيقول يبقى عايز يرد على ابن الصلاح. طيب يعني هو يوافق ابن حجر فيما يقول. نعم، وهو ده كلام ابن حجر، كلام ابن حجر، فما فيش تعارض ولا اختلاف. مش فاهم. الزركشي هنا يرد على ابن الصلاح، وابن حجر هنا يرد ايضا على ابن الصلاح. لم يذكر المصنف تبع المصنف اللي هو مين؟ الامام النووي تبعا لابن الصلاح للمستخرج سوى هاتين الفائدتين.
وبقي له فوائد أخرى، منها القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة. يبقى إيه الطرق التي يرويها صاحب المستخرج؟ إنما هي إيه، تزيد الحديث قوة، لأنه بذلك قد إيه كثر الطرق. ذكره ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم، وذلك بأن يضم المستخرج شخصا آخر فأكثر مع الذي حدث مصنف الصحيح عنه. يبقى ده طريق آخر أهو، وربما ساق له طرقا أخرى إلى الصحابي بعد فراغه من استخراجه، كما يصنع أبو عوانة، وهذا مما إيه يزيد الطرق كثرة. ومنها أن يكون مصنف الصحيح روى عمن اختلط ولم يبين هل سماع ذلك الحديث في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده، فيبينه المستخرج إما تصريحا بأن الراوي عن الشيخ قبل اختلاطه يقول مثلا سمعته في سنة كذا، ومعروف أن هذا الشيخ اختلط بعد هذه السنة مثلا، إما تصريحا أو بأن يرويه عنه من طريق من لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط، وهي الحالة اللي احنا قلناها دلوقتي. واضحة الحتة دي ولا مش واضحة؟ واضحة؟ يعني مثلا حافظ ابن لهيعة، هو أكثر الأئمة يضاعفهم، ولكن هناك بعض الرواة رووا عنه قبل احتراق كتبه. مشكلة في ابن لهيعة مثلا إنه كان لما احترقت كتبه كان يحدث من حفظه، الكتب بتاعته احترقت خلاص مش لاقيه، فاعتمد على ذاكرته فكان يحدث من ذاكرته، فاختلطت عليه الأسانيد والمتون فضعفه الأئمة. لكن هناك جماعة رووا عنه قبل هذا، قبل احتراق كتبه، فمن روى عنه قبل احتراق كتبه فحديثه حينئذ يكون صحيح. وقس على هذا بقى، من روى عن شخص رمي بالاختلاط قبل أن يختلط فحديثه صحيح. ومنها أن يروي في الصحيح عن مدلس بالعنعنة، فلما يروي في الصحيح عن مدلس بالعنعنة احنا ما مش عارفين بقى هل هو سمعه من شيخه ولا لا، ويقول عن فلان ولا يقول حدثني فلان. فلما يقول عن فلان، طب هل هو سمعه من فلان ده من شيخه ده اللي بيروي عنه ولا لا؟ وبعدين ده مدلس فيحتار، يجي صاحب المستخرج يروي هذا الحديث بطريق آخر ويصرح فيه المدلس بالسماع، يقول حدثنا فلان، يبقى هنا انتفت شبهة التدليس. طبعا احنا بنقول ان البخاري ومسلم اذا رووا او اخرجوا لمدلس فهم
غالبا ما يكون على يقين بأنه سمعه من شيخ، ولكن ما يفعله صاحب المستخرج هو تأكيد لإيه؟ لما في الصحيحين، وتأكيد لأن أصحاب الصحيح إنما رووا لهذا المدلس هذه الرواية وهم متأكدون أنه قد سمعه من شيخه. فيرويه المستخرج بالتصريح بالسماع، فهاتان فائدتان جليلتان. وإن كنا لا نتوقف في صحة ما روي في الصحيح من ذلك غير مبين، ونقول لو لم يطلع مصنفه اللي هو البخاري أو مسلم يعني على أنه روى عنه قبل الاختلاط، وأن المدلس سمع يعني سمع ذلك الحديث من شيخه، لو لم يطلع أصحاب الصحيح على ذلك لم يخرجه. فقد سأل السوكي المزي، حافظ المزي، هل وجد لكل ما رواه، يعني عندكم ايه رواياه بقى، هل وجد لكل ما رواه بالعنعنة طرق مصرح فيها بالتحديث؟ يعني كل حديث فيه عنعنة في البخاري أو مسلم، هل وجد هذا الحديث من طريق آخر يصرح فيها هذا المعنعن أو المدلس بالسماع؟ فالحافظ المزي قال إيه؟ فقال كثير من ذلك لم يوجد، وما يسعنا إلا تحسين الظن. ولكن هذا اجتهاد الحافظ المزي، ده اجتهاده، وإلا احنا لو بحثنا ودققنا هنجد بقى العكس، هنجد كثير من هذه الروايات في طرق أخرى مصرح فيها بالسماع. ومنها يعني من فوائد المستخرج أن يروي يعني صاحب الصحيح عن مبهم، كحدثنا فلان أو حدثنا رجل ولا يبين من هو، أو فلان وغيره أو غير واحد، فيعينه المستخرج، يقول مثلا حدثنا فلان ويسميه باسمه، يبقى احنا عرفنا فلان ده هو من، اسمه ايه، عرفنا عن طريق صاحب المستخرج. ومنها اي من فوائد المستخرج ان يروي عن مهمل كمحمد، يقول حدثنا محمد، طب هو محمد مين، من غير ذكر ما يميزه عن غيره من المحمدين. ويكون في مشايخ من رواه كذلك من يشاركه في الاسم، يعني الراوي ده ليه أكثر من شيخ اسمه محمد، طب نعرف هو محمد من فيهم، وربما يكون واحد فيهم ايه ضعيف، طب ما ربما يكون هو ده الضعيف واحنا مش عارفين، فيأتي صاحب المستخرج ويقول حدثنا محمد بن يوسف مثلا، يبقى ايه يعينه فيميزه المستخرج. طبعا برضو من ضمن فوائد المستخرج ان الحديث مثلا يكون مروي في الصحيحين وفيه لفظ مخالف لقواعد اللغة العربية، فيرويه صاحب المستخرج على الوجه الصحيح في اللغة، فهنا نعلم إيه؟ أن هذا الخطأ إنما حدث من بعض الرواة،
بعض رواة الصحيحين، وهذا فيه إيه؟ يعني أمثلة كثيرة جدا. وابن مالك له كتاب في بعض الألفاظ التي إيه تخالف العربية في صحيح البخاري، وأظن للإمام العقبري برضو له كتاب أظن هذا، لكن ابن مالك له كتاب في ألفاظ البخاري. لا في الحقيقة لا أذكر اسمه الآن، ممكن بقى تكلمني مثلا مساء وآتي لك باسمه. يعني مثلا من ضمن الأحاديث التي رويت في البخاري وفيها لفظ مثلا مخالف للغة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده أشر منه. فكلمة أشر دي غير موافقة للغة، بل الصحيح إيه؟ شر منه، إلا والذي بعده شر منه. فهذا الخطأ جه بقى منين؟ من أحد الرواة. أحد الرواة مثلا إيه لم يكن عربيا، فسمع هذا الحديث فرواه إيه بالمعنى أو بما جاء في ذهنه، فقال إيه أشر منه، يعني إيه على أفعل، يعني إيه هذا أكثر شرا يعني. بينما هي في اللغة لا، ما ينفعش نقول إيه أشر، بل نقول شر. هذا مثل هذا يعني. ففوائد المستخرج أيضا في هذه النقطة أو في هذا الموضوع، إذا كان حديث مخالف في ألفاظ مخالفة للغة فيأتي المستخرج ويرويها على الوجه الصحيح. كيف شر مأخوذة من أشر؟ أليس الشر مأخوذ من أشر؟ لا، هو في حاجة في اللغة اسمها أشر أصلا. تساهلا يعني. لكن هو ابن هشام قال ان اشر دي يعني جائزة في اللغة. معجم موجود أشر. لكن هو في أصل اللغة إيه؟ لكن هي أصلها في اللغة أشر يعني. لكن ما جرى عليه العرب وما نطقته العرب بألسنتها، كان شر أم أشر، وكان خير أم أخير، ما نطقت به العرب هو إيه شر وخير، فلان خير من فلان، ولا نقول فلان أخير من فلان، فلان شر من فلان،
ولا تقول العرب فلان أشر من فلان. هذا إيه ما نطقت به العرب. فكون بقى إنها هي أصلها إيه، ده إيه يعني أمر آخر، إحنا بنتكلم عن الذي إيه نطقت به إيه العرب. قال شيخ الإسلام: وكل علة أعل بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها فهي من فوائده. ده بقى بوجه عام، يعني كل علة في حديث في الصحيحين جاءت إيه في المستخرج بدون هذه العلة فهذا من فوائد إيه المستخرج. حافظ بقى بيقول إيه: وذلك كثير جدا. وذلك إيه كثير جدا، فكأنه يعني عكس ما قاله المزي. المزي قال إيه كثير من ذلك لم يوجد، بس هو المزي كان بيتكلم على نقطة معينة وهي إيه تحديث الإيه المعنعن، يروي مرة الحديث معنعنا ومرة مصرحا فيها بالسماع، فقال إيه كثير من ذلك لم يوجد. هنا الحافظ بيقول إن كثير من الأحاديث التي أعلت في الصحيحين رويت من طريق المستخرج أو المستخرجات وهي سالمة من تلك العلة. فوائد: لا يختص المستخرج بالصحيحين، فقد استخرج محمد بن عبد الملك ابن أيمن على سنن أبي داود، وأبو علي الطوسي على الترمذي، وأبو نعيم على التوحيد لابن خزيمة، وأملى الحافظ أبو الفضل العراقي على المستدرك مستخرجا لم يكمل. إذن المستخرجات غير مخصوصة بالصحيحين. هما طبعا اهتموا بالصحيحين أكثر والمستخرجات على الصحيحين أكثر، فمزيد الاعتناء بهما أكثر من غيرهما. لماذا؟ لأنهم اشترطا الصحة في كتابيهما. الرابعة من مسائل الصحيح ما رواياه أي الشيخان بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته، وأما ما حذف من مبتدئه من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر وهو المعلق. طبعا المعلق ممكن يحذف واحد أو أكثر أو يحذف الإسناد كله، برضو يسمى ايضا معلقا. واول من سمى الحديث او اطلق عليه بهذه الصفة اصطلاح المعلق كان مين؟ الحافظ الدرقطني، هو اول من سماه معلقا، وهو ده الاصطلاح اللي اشتهر وسار عليه العلماء. قالوا طب يعني ايش معنى سماه معلقا؟ قال لك اما مأخوذ من تعليق الجدار او من الطلاق المعلق، فهو طلاق معلق يعني لم يقع، اي لم يحدث اتصال بين لفظ المطلق وبين ما وبين ما حدث، ما علق عليه الطلاق لم يحدث، فمن هنا سموه المعلق. بعض الأئمة بيسموه تسمية تانية ولكنها لم تشتهر، زي الحافظ الدمياطي كان يسميها الحوالة، يقول أخرجه البخاري حوالة، لكن هذا الاصطلاح لم يشتهر وإنما اشتهر اصطلاح الدارقطني اللي هو المعلق. وهو في البخاري كثير جداً كما تقدم عدده. احنا قلنا عدد المعلقات في البخاري
حوالي 1341 حديث معلق، 1341 حديثا معلقا كما عدها الحافظ ابن حجر، وذكر ذلك في الفتح، وذكره أيضا في كتابه تغليق التعليق. وفي مسلم في موضع واحد في التيمم، يعني في مسلم مش في موضع واحد بس، هو مسلم الحديث المعلقة فيه قليلة، منها موضع واحد في التيمم، حيث قال: وروى الليث ابن سعد فذكر حديث أبي الجهم ابن الحارث ابن الصمة، أقبل رسول الجهم، يعني الجهم جهيم، ابن الحارث بن الصمة، أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل. طبعا تكملة الحديث: فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أقبل على الجدار فمسح على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام. وفيه أيضا موضعان في الحدود والبيوع، وفيه اللي هو مسلم، موضعان في الحدود والبيوع، رواهما بالتعليق عن الليث بعد روايتهما بالانفصال، بالاتصال. وفيه بعد ذلك 14 موضعا، كل حديث منها رواه متصلا ثم عقبه بقوله: ورواه فلان. يعني روى الأحاديث بعد ذلك متصلة، الحديث التي معلق رواها مسلم تعليقا أو ذكرها مسلم تعليقا رواها بعد ذلك متصلة. وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضع آخر من كتابه. يبقى أكثر المعلقات التي في البخاري ذكرها في موضع آخر موصول. طب لما هو كده أوردها بقى معلقة ليه؟ وإنما أورده معلقا اختصارا ومجانبة للتكرار. واختصارا ومجانبة للتكرار، إنه ذكره في موضع قبل كده متصلا، فعشان ما يكررش يذكره هنا معلقا. أو سبب آخر: لأنه أسند معناه في الباب، الحديث الذي ذكره في الباب ذكره متصلا كعادته، وهذا الذي ذكره في الباب هو معنى الحديث الذي ذكره معلقا، فيبقى الأصل عنده الحديث الذي رواه في الباب، فيجي يرويه تاني بإسناد آخر فيرويه أو يذكره معلقا، لأن عنده الأصل موجود عنده في الباب. وأحيانا أيضا
يذكره معلقا، لأن البخاري مثلا يروي عن، أو مسلم يروي عن رجل معروف بالتدليس، ويأتي البخاري إلى هذا الراوي ويذكر حديثا معلقا وفيه قد صرح هذا المدلس بالسماع من شيخه. يعني عايز يقول إيه للناس؟ يريد أن يقول للناس إنما أنا أروي عنه ما سمعه من شيخي، هو مدلس، ولكن أنا أروي عنه ما سمعه من شيخي، لا أروي عنه اعتباطا هكذا وعلى الإطلاق، لا. وهو في هذه الرواية المعلقة صرح فيها بالتحديث وبالسماع. وأيضا ربما يروي الحديث المعلق لأن أحد رواته ليس موصوفا بالضبط والإتقان وليس على شرط البخاري. أحد الرواة مش على شرطه، فيروح إيه يذكره معلقا، وإلا كان ذكره في الباب، في أصل الباب. ولكن لما كان هذا الراوي ليس على شرط البخاري، فيذكر حديثه ولكن يذكره معلقا، وربما كان على شرط غيره، ربما كان على شرط مسلم مثلا ولكن ليس على شرطه هو، فيروح ذكره معلقا. أو برضو إن الحديث موقوف، الحديث موقوف، وشرط البخاري في الصحيح أنه يأتي بالأحاديث المتصلة الصحيحة المتصلة السند، ولكن هذا الحديث بالذات موقوف، فيروح ذكره تعليقا. فكل هذه أسباب لإيراد البخاري الحديث معلقا في صحيحه. وإنما أورده معلقا اختصارا ومجانبة للتكرار، والذي لم يوصله في، يوصله هي عندك يوصله؟ في موضع آخر 160 حديثا وصلها شيخ الإسلام في تأليف لطيف سماه التوفيق، وله في جميع التعليقات والمتابعات، في جميع التعليق والمتابعات والموقوفات كتاب جليل بالأسانيد سماه تغليق التعليق. تغليق التعليق ده مطبوع، واختصره بلا أسانيد في آخر سماه التشويق إلى وصل المهم من التعليق. لا لم أرهما، ربما كان مطبوعا لكن لم أرهما، لكن التغليق مطبوع. فما كان منه، أي من من المعلق، من الحديث المعلق في البخاري بصيغة الجزم، كقال وفعل وأمر وروى وذكر فلان، فهو حكم بصحته على المضاف إليه. صحته عن المضاف إليه اللي هو يعني مثلا هنا
الإمام مسلم يقول إيه؟ وروى الليث بن سعد، وطبعا هذا حديث معلق حذف من إيه؟ إسناده أكثر من واحد. يعني مثلا حديث اللي هو ذكره كمثال، لا وليته بن سعد عن أبي الجهيم. أبو عوانة لما جه في المستخرج على مسلم قال إيه؟ حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا شعيب عن الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهل، فلقيه رجل إلى آخر الحديث. فلما يجي الإمام مسلم ويقول وروى الليث بن سعد، يبقى الإمام مسلم متأكد من صحته إلى إيه؟ من صحة نسبته إلى الليث بن سعد. تمام؟ فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، المضاف إليه اللي هو إيه؟ الليث بن سعد هنا في المثال ده. لأنه أي مسلم أو البخاري يعني لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه. فمسلم مش هيقول روى الليث بن سعد وهو مش متأكد هل رواه الليث بن سعد ولا لا، إلا وقد صح عنده عنه. لكن لا يحكم بصحة الحديث مطلقا، بل يتوقف على النظر في من أبرز من رجاله، وذلك أقسام. أحدها ما يلتحق بشرطه. شرط مين بقى؟ صاحب الصحيح، سواء بقى البخاري أو مسلم. خلي بالك هنا هو إيه؟ ما يلتحق، ما قالش إيه؟ ما كان على شرطه، قال يلتحق بشرطه. فيعني إيه؟ قريب من شرط البخاري أو قريب من شرط مسلم. ما يلتحق بشرطه أي بشرط صاحب الصحيح. والسبب في عدم إيصاله، عدم وصله يعني، إما الاستغناء بغيره عنه مع إفادة الإشارة إليه، يعني هو لم يروه متصلا لأنه استغنى عنه بغيره بحديث مثلا ذكروا في الباب، في أصل الباب، أو بحديث فيه معناه ورواه أيضا متصلا في موضع آخر مع إفادة الإشارة إليه وعدم إهماله بإراده معلقا اختصارا، يذكره يعني معلقا لإتمام الفائدة. وإما كونه لم يسمعه من شيخه، يعني البخاري مثلا لم يسمع هذا الحديث من شيخه بل سمعه منه إيه؟ بواسطة، فيسقط هذه الواسطة ويذكر إيه؟ ويذكره عن شيخه مباشرة، أو سمعه مذاكرة قعد يتذاكر مع أقرانه وقرينه إيه؟ قال له ده أنا سمعت الحديث الفلاني بالإسناد الفلاني، فهو لم يسمعه من شيخ قرينه هذا، فلذلك يذكره معلقا. أو شك في سماعه فما رأى أنه يسوقه مساق الأصول، كل هذه الأسباب جعلته يعدل عن ذكر هذا الحديث في أصل الباب
وأن يذكره معلقا. ومن أمثلة ذلك قوله في الوكالة: قال عثمان بن الهيثم حدثنا عون حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان. الحديث. وأورده في فضائل القرآن وذكر إبليس، ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان، مع أن عثمان بن الهيثم ده من شيوخ البخاري. فالظاهر عدم سماعه له منه، وإلا لو كان سمعوا منه كان قال إيه؟ حدثنا عثمان، ولكنه لم يقل في هذين الموضعين حدثنا عثمان، بل قال قال عثمان. يبقى إيه؟ هو هنا لم يسمع هذا الحديث من عثمان مباشرة. قال شيخ الإسلام: وقد استعمل هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث، فيوردها منهم بصيغة قال فلان. قال فلان يعني هو بقى ما سمعوش منه مباشرة، ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينه، كما كما قال في التاريخ. قال إبراهيم بن موسى. الإمام البخاري لما جه في التاريخ الكبير وذكر هذا الحديث قال إيه؟ قال إبراهيم بن موسى. وإبراهيم بن موسى أيضا من شيوخ البخاري، ولكن البخاري قال عبارة تدل على أنه لم يسمعه من إبراهيم بن موسى. قال إيه؟ قال إبراهيم بن موسى: فيما حدثوني عنه. يعني بعض الناس قالوا لي أن إبراهيم بن موسى حدث بهذا الحديث، وهو مع أنه شيخه إلى أنه لم يسمعه منه. حدثنا هشام بن يوسف فذكر حديثا، هذا الحديث في مناقب معاوية وفضائل معاوية، ثم يقول: حدثوني بهذا عن إبراهيم. ولفظ البخاري كما في التاريخ: فيما حدثوني عنه. قال: ولكن ليس ذلك مضطردا في كل ما أورده بهذه الصيغة. يعني إيه؟ ليس كل ما قال فيه البخاري قال فلان يبقى ما سمعوش منه، لكن مع هذا الاحتمال، يعني احتمال أنه يكون سمعه منه واحتمال أنه لم يسمعه، لا يحل حمل ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمعه من شيوخه. يعني لما يقول قال إبراهيم بن موسى ما ينفعش إن أنا أقول إيه؟ لا، ده هو سمعه من شيوخه إذا كان معلقا. وبهذا القول يندفع اعتراض العراقي على ابن الصلاح في تمثيله للمعلق. يعني ابن الصلاح لما جه يضرب مثال للمعلق قال ايه؟ بقوله قال عفان وقال القعنبي. عفان والقعنبي دول برضه من شيوخ مين؟ البخاري. فابن الصلاح بيضرب مثال للمعلق، فبيقول البخاري لما يقول ايه قال عفان او قال القعنبي يبقى ده ايه؟ معلق، وهم من شيوخه. فجاء الحافظ العراقي قال: كيف يصح تمثيل هذا بالمعلق وعفان والقعنبي دول من شيوخه، واحنا قلنا المعلق ما حذف من اسناده واحد فاكثر. طب البخاري لما يقول قال عفان او قال القعنبي يبقى فين المحذوف؟ فين؟ ما فيش راوي محذوف، لان عفان شيخه والقعنبي شيخه، فهنا ما فيش راوي محذوف،
فكيف يضرب ابن الصلاح هذا المثال للمعلق؟ فالحافظ العراقي بيعترض على ابن الصلاح في هذا، وأن الرواية عنهم يعني عن عفان والقعنبي ولو بصيغة لا تصرح بالسماع محمولة على الاتصال. يعني حتى البخاري لما يقول قال عفان يبقى معناه أنه سمع من عفان، قال القعنبي يبقى سمع من القعنبي. ولو بصيغة لا تصرح بالسماع محمولة على الاتصال كما سيأتي في فروع عقب المعضل. طبعا الحافظ بيقول ايه؟ ان بكلامنا اللي احنا قلناه ان ممكن يكون البخاري سمع هذا الحديث عن شيخه بواسطة ولم يسمعه منه مباشرة، زي المثال اللي احنا قلناه قال إبراهيم بن موسى في التاريخ، يقول البخاري فيما حدثوني عنه. يبقى على كلام الحافظ العراقي يبقى ايه لما يقول قال إبراهيم بن موسى يبقى سمعه من إبراهيم بن موسى، لكن البخاري نفسه بيقول ده حدثوني عن إبراهيم بن موسى أنه قال كذا، يبقى ليس شرطا ان هو يكون ايه سامعه من ابراهيم بن موسى. يبقى هنا في ايه؟ في راوي محذوف اهو، يبقى كده كلام ابن الصلاح منضبط وكلام ابن الصلاح له وجه. يبقى الحافظ العراقي اعتراضه على ابن الصلاح هنا ايه؟ فيه نظر وغير مقبول. لا مش متصل، لكنه متأكد أو شبه متأكد أن شيخه قال هذا. لا، حتى الحافظ بيقول إيه؟ لا يحل حمل ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمعه من شيوخه. يعني ما ينفعش إن احنا نقول إنه سمعه، أي أنه متصل. ولكن مع هذا البخاري أو مسلم لا يستجيز أن يقول قال فلان إلا إذا كان متأكدا أنها من نسبته إلى فلان. يعني هذه قضية وهذه قضية أخرى. ثم قولنا في هذا التقسيم ما يلتحق بشرطه، ولم يقل أنه على شرطه. يعني هناك فرق بين أن يقول هذا شرطه وأن هذا ملتحق بشرطه، لأنه وإن صح يعني هذا الحديث المعلق وإن صح فليس من نمط الصحيح المسند فيه، ليس من نمط الصحيح المسند فيه. وهو شرط البخاري في الصحيح وشرط مسلم في الصحيح أن يأتي بالحديث متصل السند، لكن لما كان هذا غير متصل إذن هو ليس من شرطه ولكن ملتحق بشرطه. ونبه على ذلك من الحافظ ابن كثير. والله تعالى أعلى وأعلى.